بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة عن أحكام النيابة في الحج، حيث سبق في الحلقة التي قبلها طرف من الحديث عن ذلك، لما للحج من أهمية. فيجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى أن يهتم بأحكام الحج، لأنه عبادة عظيمة. وكما أشرنا فيما سبق أن الحج واجب على المسلم مرة واحدة في العمر، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من شروط الوجوب وجود محرمها الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج معها. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أم لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة المفضية إلى الفساد والافتتان منها وبها. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو من تحرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها، ونفقة محرمها في السفر عليها. فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقد مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصول المحرم استنابت من يحج عنها. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه، أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. في حديث آخر: إن أختي نذرت أن تحج. وفي سنن الدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا. والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب، ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه،
ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به. ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. أيها المستمع الكريم، إن الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. وفي الصحيح عن عائشة قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، قد وفيت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. وقيل: الحج المبرور هو المتقبل، والحج المبرور يهدم ما كان قبله. فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامه، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص على أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويجتهد في تحصيل رفيق صالح يكون عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرقات والمشاعر، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع الألفاظ القبيحة، وإذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويستحب أن يكثر من الدعاء في سفره، فإن دعوته مظنة الإجابة، ويقيم الواجب ويترك المحرم، ويحافظ على الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يعتدي على أحد، فإنه في سفره هذا في عبادة عظيمة، ومتجه لأداء عبادة عظيمة. ولا يكثر من المزاح والكلام الذي لا فائدة فيه. وفق الله الجميع لفعل الخيرات، ترك المحرمات. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.